اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه مباشر جديد من مدينه سلطان البيضاء. ان شاء الله انكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحه جيده. اليوم حنا غادي ناخذكم جوله في اهم شوارع وعجقات مدينه سلطان البيضاء، فيما كما كتشوفوا حركه السير من السرعه الصباح لانه الويكاند، وخاصه انه لا بلوباغ في الكازاويين باقيين السفر عيد الاضحى. الشيء اللي خالق واحد الهدوء في مدينة الدار البيضاء. ما هيك اليوم الجو اللي مازال غائم، مازال الشمس ما طلعت. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا على خير وخير وتكونوا بصحة جيدة. يا مشاهدينا الكرام صباحكم مبروك، صباح الخير والتيسير، صباح كل حاجة زوينة ان شاء الله يا ربي. هذا الويكاند يدوز عندكم زوين كيف ما بغيتو كيف ما كتمناو، وحقق لكم ربي كل الاماني يا رب. صباحكم مبروك، صباح الخير والتيسير، صباح التوفيق وكل حاجة زوينة انتما كتبغيوها يا رب. مرحبا بكم، مرحبا بتعليقاتكم. احنا واخدينكم جولة في اهم شوارع مدينة الدار البيضاء وعجقاتها. فكما شفتوا البداية كانت شوارع هكذا خاوية عكس اليوم اللي اكيد انه كان يعيشوا اجواء استثنائية. هكذا مشاهدينا الكرام نقدر نقول لكم كانت هذه اهم عجقات الصباح، اهم شوارع وعجقات مدينة الدار البيضاء هذا الصباح هذا. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحة جيدة ان شاء الله يا ربي. تلاقوا بالخير، السلام عليكم، صباحكم مبروك.